تصدقون أن فناناً واحداً كانت له القدرة على إحياء فن قديم ومهدد بالاندثار وإعادة صياغته بألوانه الخاصة؟ هذا هو محمد رسم، الفنان الجزائري الذي ولد في 24 جوان عام 1896 في حي القصبة بالعاصمة الجزائرية. رسم هو الذي حول الململمات إلى لغة بصرية تحاكي روح الثقافة العربية. استخدم رسم أسلوبا غير عادي ليعيد للململمات هويتها المغربية الأصيلة، متصديا للنماذج الأوروبية التي حاولت طمس الثقافة العربية. لم يكن رسم مجرد ناقلا لتراث فني قديم، بل ابتكر أسلوبا جديدا جعل من الململمات وسيلة تعبير نابضة بالحياة. من أهم إنجازاته فوزه بجائزة الفن الكبرى في الجزائر عام 1933 وتدريسه في معهد الفنون الجميلة، حيث أسس مدرسة الململمات الجزائرية التي لا تزال تلهم الفنانين حتى اليوم. عرضت أعماله في متاحف عالمية وتعد اليوم من أبرز ما أنجز في عالم الململمات خلال القرن العشرين.